Silence. Je reprends dès le début. Dès le début. Silence. Action. Nauda. ثقيل جدا 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 شراب قهوه دونك غادي نبداو بلاتي بلاتي نتاكد واش موزفاني اللي فيها المرحله الثانيه ديال الثالثه ديالنا عاود دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لوبيرا فينغر نتمنى تكون عجباتكم عجبتكم طريقه التحضير وبصحه وراحه عاود هذا ما تطرف زربان باغي يمشي باغي يمشي خروج لا لا خاصني نمشي يلا يلا راه غيدوبوا لي هادو يلا سيروس اكسيون 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 يلا سيلونس 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 كل يوم الشيف مرحلة لا تسكت دي قلت الناس جو ميكسكوز وهادي اكسكوزي موا سي فوبلي ما عرفتش شنو قمقمتي في الاخر حتى تداكا شنو كاين اليوم في الغدا؟ شنو كاين اليوم في الغدا؟ ما عرفتش المهم الشيف اليوم خاصكم السلام عليكم يا شيف اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون كيك اللي سميتها اون كيك ها؟ اون كيك باردون باردون كيكا المرحلة الثانية ديالنا في لو كيك شوكونواز يلا يلا سير زيد قلتنا هنا هذا كيكا وحلنا فيها كنا في واحد الباتيسي قلت لي كاين ذاك البلاطو ديال البيض كنت كنبغي نخدم عليه وكنبغي ندير فوق منهم ذاك الورد وكتخليه يعوج مايل قلت لي سير جيب لي الخاوي ديال البيض والله إلا بصح سير جيب لي الخاوي ديال البيض مشى للطارو الزبل ومشى جبد كاع ذوك البيض اللي مهرس جابوا لي خلعتيني اصاحبي قفزتيني لاي 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 السلام عليكم لي شاف اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كادو كيك شوكو عاود عاود كيك شوكو سيترون كيك شوكو سيترون نسميه السلام عليكم دونك المرحلة الثانية ديالنا في لو كاتو ديالنا سيليكسيون نسيت على السميه ياك هي هذيك سيليكسيون هي سيليكسيون يلاه دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو كاطو بابيلون بابيلون ياك دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو هذاك وانت اللي سميتو نسيت الكرتو سميتو الكرتو ليطاب الثالثة اون كاناش كافي وليطاب الرابعة الرابعة هي شونتي الرابعة ليطاب الرابعة لا ابرامي دونك المرحلة الرابعة 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 لعب الوداد غدا دونك لو كاطو ديالنا بابيلون هو هذا نتمنى يكون عجبكم وعجباتكم ستاتونا السلام عليكم لي شيف اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كاطو اللي غادي يكون سو فورم سو فورم تحرقت تحرقت جات سخنة الزجاجة الزجاجة الشيفون وناخذوا اليوم مول ديالنا اللي غادي يعطيك العذاب ساتو اكسر دونك المرحلة الثالثة ديالنا في ال دونك لو ستروزل ديالنا في الفران دابا درجة الحرارة ما بين 160 170 مد ما بين درجة الحرارة 170 مد ما بين 12 15 دقيقة دونك ستروزل ديالنا دخلنا الفران درجة الحرارة 170 ما بين 12 15 دقيقة او هذا لا رولنا هاد ستروزل هذا هاد السنيده هادي غليظه هادي كطير الا ضرباتك توعتك هادي دونك اول حاجه غادي نبداو غادي نمونطيو لي بلون ما بغاش هذا داك اللي كيكون اللي كتخلي الاستاذ يحضر في القسم هذه راه محروقه هذه كسى
سيده لا شي سيان هذه بلا ما دير بلا ما دير على غران بلو شي ديك الجيلاتين ديال الحوت خايبه خايبه اصحابك واش ضربوك بالعين في الكلاصاج ابخي غادي نمونطيو لي بلون ديالنا مع ناري ناري ها شوف تورنات عبر عبر لي لا كريم واحده اخرى شو العكس قبيله طلعت دغيا تفازت القياس دابا مبغاش تطلع عظيم مع السكر شيت بيتيزي مولات البيل طاحت واحد القضيه في الفيديوهات ديالي ملي كنبدا ديما راسي داير استوقسم ها والله العظيم في الفيديوهات كاملين ديما كنقول السلام عليكم يا شيخ الو وي انا خارج عندك فيديو يلا سمحوا لي واحد الدقيقه ها لا 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 سي بون ونعاود ندخلها للسورجال تقصح كنهضر مع عيشة سي بون عاود ندخلها للسورجال واحد الخويط ما مولش يكون تما واحد الكابل راهو فهاد الكاميرا هادي ما غيدير ما غيديرونجيش صافي دونك لا موف ديالي وجدات غناخذ لو ميل ديال لو ميل لا كومبوتي داناناس و ان ميل ان ميل الميول ها عطيني الميول هادي قيصه من البارح وهي خدامه والمرحله الثالثه هي شونتي شاكتي شاكتي دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو كاطو غوش نوار غوش نوار دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا غوش نوار غوش نوار هي زوينه ديال بلفيدير خصها تسمى شي كاطو بلفيدير دونك هذا هو الشكل جمعتي لي بيتيزي في هذا الاخر هذا